السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. واليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على جبن ديال الدهن اللي كيجي من اروع ما يكون، وكنستعملوه في الدار، يعني كنديروا شي حاجة بيدينا وكيخرجنا واحد الكمية لا بأس بها ديال كيلوغرام اللي غادي يخرج. وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير، ولعجبكم ما تنسوا تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. بسم الله، انا هنايا غادي ندهن به الخبز. عندي الخبز ديال الدار اللي كنديرو من القمح الكامل، انتما شفتوا معايا كندهنو كيجي رائع. بسم الله، غادي نبدا معاكم المقادير. عندي هنا واحد الاطرو ديال الحليب، هنا ما موجودش عندي الحليب البلدي، كنضطر نصايبوه بالحليب هكا ديال الكرتونه اي نوع، احسن نصايبوه في دارنا صافي وكنخليوه هكا كيفيض وكنحركو باش ما كيديرش لينا هذيك القشره الفوقانيه. هو كيطيب وحنا كنحركوه حتى كيطلع الفايضه. بعد ما كيطلع الفيضه كنزيد فيه جوج اطرو ديال اللبن وكنحرك شويه، ما كنحركش بزاف، غير هكا شويه حتى كيتخلط لينا الحليب والبوطره. العافيه على عافيه مهيله، كنقصوا العافيه وكنخليو هذاك اللبن حتى كيفرز داك الجبن وكيتفرز لينا الماء بوحدو. كنزيد الاطرو الثاني، يعني هنا المجموع عندنا 3 اطر، جوج الاطر ديال اللبن واطرو ديال الحليب، كيعطيونا كمية ديال كيلو ديال الجبن ديال الدهن. وهكا كنكونوا صايبنا شي حاجة لوليداتنا في دارنا، وكتطلع علينا شوية، كتقام علينا شوية رخيصة، ما كتقامش علينا غالية بحال اللي كناخدو في المحلات. يعني لينا اللي جينا نحسبو ونشوفو، راه غادي هنايا كيتقام علينا رخيص بعد ما كيطيب على عافية مهيلة. هو كيتفرز لينا بحال هكا، كيتفرز لينا هاد الحليب وكيتفرز الماء بوحدو. كنحاولو ما نحركوش بزاف. هنا غادي نجيب واحد جوج معالق ديال الخل الابيض، هو اللي غادي نزيد فيه. هنا عندي جوج معالق ديال الخل، درتهم هكا في الكاس وغادي نزيدو وكنحرك بشويه بشويه، غير بسباتولا ديال العود، ما كنحركش بزاف صافي. وكنخليه بحال هكا على عافيه مهيله واحد 5 دقائق صافي، وكنطفي عليه. دابا صافي ما غاديش نبقاو نحركو. بعد ما كنطفي عليه كنخليه شويه حتى كيبرد. عاد غادي نجيب واحد الصبايه بحال هكا، وغادي ندير واحد الثوب اللي كيكون هكا ابيض ما كيكونش فيه الالوان وتيصفي صافي. وغادي نجيب هاد الكميه كنفرغها هكا تدريج، كنفرغها كنخليها حتى كتصفى، وكنزيد تاني الفرغ التاني اللي كيبقى، وغادي نجمع ليه هكا هاد التوب. كندير واحد التوب اللي كيكون نقي، نتوما شفتو الماء راه تفرز بوحدو. غادي نجيب الطنجره بحال هكا فاش غنرجعو، لان هكا عمرينا هاد المول بالماء. كنزيدو نعصرو هكا شويه بيدينا، كنلويه هكا حتى كيتعصر، وكنعود نرجع الصفاي هكا للمول الكبير باش الماء يكون بعيد هاد الماء اللي تفرز.
كنعصرو هكا حتى كيبرد، هو ساهل باش كتوجدوه، راه ساهل. صافي غادي نتقلو هكا واحد ساعه المكانه. انا هاد الطنجره هكا درت فيها الماء وحطيتها من الفوق ديالو حتى كيتسقطر باش كناخدو القياس اللي بغينا ديال الماء. صافي نحطوه على جنب ونخليه ساعه المكانه حتى كيبرد. الجبن ديالنا هكا تفرز، نتوما شفتو. صافي غادي دابا نبداو نخدموه. غادي نجيب هال الجبن المثلث وغادي نضيفو على هاد الجبن، ثم الى عندكم هذاك المربع ديروه، انا عندي هاد المثلث اكتفيت به. كندير 4 ديال الجبن وغادي نزيد واحد 30 غرام ديال الزبده حسب معلقه كبيره. كنقطعها كطريفات، انا هنا كندير الزبده ديال الاكل يعني زبده حيوانيه. غادي ندير شويه ديال الملحه، ضروري ما كنملحوه ولكن ما تنقويوش فيه الملحه، لان الحليب تيكون مالح واللبن تيكون مالح. صافي وغادي نجيب هاد الضراب، الا ما عندكمش هاد الضراب غتقدروا تخدموه ب يعني كديروه في الكاس ديال العصاره وكتعص كطحنوه بحال هكا كيتطحن. او كتخدموه بالفوي. هنا غادي نبدا كنزيد هاد الماء اللي حيدته من الحليب. هنا درت 4 المعالق وغادي نطحن، نزيد نطحن ونشوف شحال غادي يهز معايا، لان باقي هنايا يعني راه نشفتو مزيان باقي قاصح شويه. كنزيد 3 المعالق او 4. حنا كنطحنو وكنزيدو الماء، الماء ديال الحليب. صافي وكنطحنو مزيان. ها هو دابا بدا كيتطلق وكيترخى شويه. بعد ما يتطحن مزيان راه كيبان بحال هكا كريمي، ما كيبقاوش دوك التكتلات فيه. كنزيد نطحن مزيان، كنعطيه واحد 10 دقائق وحنا كنطحنوه بحال هكا حتى كيتفاعل لينا الجبن مزيان. انا زدت شويه ديال الماء، بالي باقي شويه قاصح. شفتوا كيفاش كيجي؟ صافي وغادي نجيب واحد الاناء ديال الدجاج فاش غادي نفرغوه. كما قلت لكم راه كيعطينا بعد ما عبرتو عطاني كيلو ديال الجبن. صافي وغادي هكا نسرحو في هاد الاناء الدجاج. صافي بحال هكا كنسرحو مزيان وكنخبطو هكا على طاولة العمل. غادي نغطيه، غادي ندير ليه هكا بلاستيك غذائي وغادي ندخلو للثلاجة على الأقل. غادي نخليه واحد 6 سوايع حتى كيشد فراسو مزيان. هنا أنا تزربت عليه خرجتو قبل 6 سوايع باش غادي نوريه ليكم. كاين من بعد 6 سوايع راه كيكون كيشد فراسو كيجي مزيان، كيما شفتو القوام ديالو. وهاد الماء ما كنحتفظو به بحال هكا كنخليوه كنعجنو به. انا هنايا درتو فهاد
وغطيته وخليته. ملي غادي نبغي نعجن غادي نعجن به، كنديرو هكا في الثلاجه صافي. وكندهن به هكا، كندهنو به الخبز. انا عندي الخبز ديال الدقيق الكامل، القمح الكامل، وكيجي من اروع ما يكون. ولعجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. وكنقول لكم الصحه والراحه. بحال هكا كنرافقوه بحال هكا بالزيتون كحل، كيجي حتى هو كيترافق معاه، كيجي بنين. وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.